الثقافيه لنرحب به ونتمنى له ان يكون فضاء للمبدعين، فضاء للابداع في الفراغ. دار الله ربما بعض المؤسسات الرسميه تركته او تم تهميش بعض الطاقات منه او اقصاؤها. اتمنى هذا الفضاء ان يكون فضاء لهذه الفئه المهمشه. فرحتي كانت مزدوجه لحدث اخر، وكنت دائما اقول الا يستاهل مصطفى الجيعه رغم العطاء الغزير خلال السنوات، الا يستحق الالتفاته ولو بسيطه ومعنويه، لاننا امام شاعر لم ينهزم طوال وقته، امام شاعر صمد في مرحله كانت فارقه في تاريخ المغرب الحديث، مرحلة كانت فيها بناء اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. كانت مرحلة الثمانينات، لنا أمام مرحلة الجيل الذهبي، الجيل الذهبي للمغرب في مجال الثقافي. الجيل الذي لم ينهزم، جيل الصامت، كان مصطفى الجيعة، وأنا سوف كنا في تلك الفترة شباب، تكلم على مرحلة الثمانينات. هو له الفضل في حبي للشعر، رغم أن تخصصي الرياضيات، فكان شعره واضح جدا، شعر واضح يعني يميل إلى المنطق، أما كنت ألتقي معه في هذا الجانب، شعر واضح وبسيط الذي يصل للفئات الاجتماعية قادمة، هذا جعلني أحب هذا المجال. في ليالي كنا نسهر سويا في انتظار وصول احد الاشرطه ديال نادي السينمائي العايش، الذي في هذا هو من احد المؤسسين لاول مكتب لنادي السينمائي في العايش الثمانينات. كنت اجلس معه الى حدود الرابعه صباحا لانتظر الستيه لكي احصل على شريط سينمائي في تلك الفتره، الاشرطه السينمائيه السوفيتيه والهنغاريه والرومانيه في ذلك الفتره. في تلك الفتره كانت نسخه واحده كانت تطوف على المغرب وكنا ننتظرها الى حدود سبتمبر 4 الصباح لتجي من فاس. في تلك الفتره كان يقرأ عليه بعض القصائد. باستمرار هذه العمليه تكررت، من هنا عرفت هذا الشعر الى درجه بعض الحالات كان يستشيرني في بعض قصائده ويطلب مني ان اسمعها، واستمر ذلك عند الاستاذ الزهراء الحميدي كذلك. في مجال الشعر هي ايضا كنا بالنسبه لهذا الجانب لا اطيل بسرعه، استطاع ان يصمد في مرحله كان فيها يؤسس لنخب مثقف، نخب مثقفه التي يراد لها ان تكون ما بعد الثمانينات. هناك من تم استسلم في هذه المرحله عن طريق الاغراءات، عن طريق المنافع. مصطفى الجيعة لم يكن من هؤلاء. مصطفى الجيعة هو ذلك الصامد الذي استمر بعطائه ولم يتم زحزحته اطلاقا. احد مؤسسي الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. ربما هذه الاشياء اعيش فيها مصطفى الجيعة وبعض الاخوان الذين ربما لا يعرفونها، استطاع ان يستمر بصموده، ولذلك بصمه الثمانينات لا زالت واقفه به. بصمه الثمانينات بصمه ذلك الجيل مع كل الاعتذار للاجيال الاخرى لا زالت في مصطفى الجيعة. فرحتي اذا اكتملت في هذا التكريم الذي اعتبره تكريما لي شخصيا. هذه المناسبه اشكر الاخوان كاملين اللي قاموا بهذه العمليه، السيد المدير الاقليمي لدار الشباب ودار الشباب والرياضه، نتمنى له ان يكون سندا لهذه الفئات الصادقه التي نجدها، ان يكون سندا لنا للنهوض بهذه المدينه. الحمد لله اننا مصطفى الجيعة من تلك النخبه ديال الثقافه الصادقه الجاده، وليس تلك الثقافه تحت الطلب. لم يكن ابدا مصطفى الجيعة يوما ما ذلك المثقف تحت الطلب، تحت طلب بعض الاحزاب السياسيه التي استغلت الجانب الثقافي لاهداف ضيقه، بل اصبح صامدا. فشكرا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مصطفى. الريح ويحيف مرها سكران ماسحه والسرداء ثم تهرس ونهتم، ما يهمنيش طايح ولا واقف، حيت انا عارف ماني تالف وعندي ودن سماعه
وخلت كافس وخلت كافس مولف الجوع والنوع مولف الجوع والنوع مولف الحجرة والدموع مولف نشوف صلي الجياع ومولف التص. أنا اللي بدأت لساني اللي نطحن سناني وخلت كبدا ولاعة والأقل محبس باوني نطيح وخلص الصحيح مولف الحلة والشيخ ولابس دراعة ومحلي الكلام مقدس فداني مخدوم فاس مردوم بعت له من دوم وجوه لماعة كانها تعلس طلت السريح من ذاك الريح هداني صلاية وتسبيح ودخلني من السطاع وقال لي هنا غمس كيشرفنا بالحضور ديالو في هذا النهار، والاقتراح ديالنا بعد ما تنتمر الاخ السلطاني، اقترحت انا اول قال لي شكون غادي نقترحو باش نفتحو به هذا المقهى الثقافي، وكان هو عنده في الراس ديالو واحد انسان، وسبق نطقت به، قال لي سي مصطفى الشجاعة قال لي تماما هو اللي عندي فيه، لان هذا الراجل كيبغيني مزيان. الصديق ديالي كيسمع كيعجبو الاشعار ديالي كيشجعني وانا كذلك معجب به كشاعر وكمثقف وانسان نبيل خلوق ما عندي ما غادي نقول فيه يعني التكريم ديالو راه ماشي جا من فراغ وانما انسان يعني ما شاء الله عنده واحد الحموله عنده واحد ثقافيه كبيره اللي كانت متاحه في الناس العريش وما تحتاجش تقديم راه قريت وسمعت القصائد ديالو وسمعت الإذاعات ديالو اللي قال حقو الأستاذ البزار أنا ما غاديش نقدر نقول أكثر من اللي قالو الإخوان ديالنا وكنشكر جميع الإخوان اللي حضروا رئيس الجمعية شعراء الزجاج السي محمد الباقي الرئيس ديالنا اللي حضر معنا وكنشكر جميع الإخوان من الجمعيات الجمعية ديال العوامرة دار الشباب بالعوامرة اللي حضروا معنا الشباب ديالنا على رأسهم السي مختار عبد الغالي هو كيقود لأن حنا في العوامرة الحمد لله ولدنا واحد الحركة شبابية رائعة جدا ومصالح وشعراء وكنشكروا بالمناسبة الله السي مختار. راه ماشي اختيار ديالو كما كيهضر على هذا الشاب أنا وطموح وإن شاء الله غادي يمشي بالعوامرة برفقة هذوك الشعراء الشباب اللي معاه غادي يمشيو بعيد لأنني من منطقة كندا وكنشوف نحضر دار شي فيديو ما شاء الله عليهم ونخصك غير تشجعوا. كلمة بما أنك ذكرتي الشباب ديال العوامرة فكنوصل للسي المدير ديال الإقليمي ديال دار الشباب ديال وزارة الشباب والرياضة أن العمل اللي قدموه البارح كنت متخوف منه وشجعوني باش نكون واقف معهم باش كندو لهم يدنا كاملين باش يكون هذا العمل يزيد يتخدم ويتعرض في مدن أخرى ويتعرض في العرايش بكثر إن شاء الله. إذا السي غادي يقول لك غاتعملنا ما هو الهند. لا والله ما راح نمشي هذا الحوجبي معاك. يا الله عمل لي ما هو الغيواني، عمل لي ما هو الغيواني. غير هو هذا كما كنت كندير هو الغيواني ولكن محمد الباقي قال لي ما بقاش دير او يدير تاخذ من العربي باطمه، حاول دير موال من مقطع القصيده ديالك هذا التوجه ديالو. وخليك على هذا الميل ولكن دائما كنت توجه بما ان غادي نقرا قصيده ديال الحال كنقول يا سيدي على حالي يا سال يا سيدي على حالي يا سال يكفي طرع الوالي ويا سيني على حالي يا سهل يكفي القرع عنواني غيب عن كل سؤال
السيد الحامل السام يكفي تقرأ عنواني يغنيك عن كل سؤال. وقع الحال يخلي قهرني وشل عاسي لحمل تقال وشل مسمار وفوق راسي حالف العام مهوم وحيران والقلب غير زين ويعمر كل عام كنقول هذا العام ولا بغيت ايامي تزهر وتثمر. واحد يا اخي واحد بعد الواعر وخليت الساهل حفظت الكلام زادت عبو الخمام ناصد حروفي نتحايل في الظلام طرنصين طرنخين مهدود القلب في السلال النعام عيد نفتر وغزلت حروف احتر شال عظم وشال الراس القلب زم وقل الشوف غير الله يحب لبلا والباس الحروف مشاركة والمعنى مختلفة ماشي كي موالفة اللي في حصر الديف اللي كان عيد لسان خفيف طلع ماضي قاطع كيف السيف واللي باغي خسارة البالي كان صفار ومحبة هجرت المكان خلات لي خربة والراء والهوية حروف تالفة مشلية ما بقت فيهم رجاء ما بقت فيهم نسية واللي ما نسيت ليه هو سبب المحنة والطين وغيرت البورصيين حروف إبراهيم. السلام عليكم.